الممثلة جيزال نصر رقم صعب بين بنات جيلة مؤديات الأدوار التمثيلية المركبة، ورقم أصعب بين الممثلات اللواتي احترفنا دبلجة أصوات الكبار والأطفال، الصبيان كما البنات، بالأفلام أو بحلقات الرسوم المتحركة. ونحول بعد شاهد على تميز جيزال نصر. هي من مواليد مصر اللي عاشت فيها سنوات وغادرتها بعد ثورة 1952. بدايتها الفنية بلبنان كانت بمجال التمثيل لصالح إذاعة بي بي سي مع المخرج سيد المغربي، اللي بدوره عرفها على المخرجين نزار ميقاتي وكامل قسطنطي، فعملت معهما في استوديو بعلبك. وبعد افتتاح التلفزيون بلبنان صارت مذيعة إعلانات، وبعد صعوبة بإقناع الأهل وافقوا أخيراً على عملها كممثلة تلفزيونية. باكورة أدوارها كانت بمسلسل من القاتل، ثم توالت بعدها المشاركات والبطولات. برصيد جيزال نصر سبع مسرحيات، بين مسرحية شوشو بيك في صوفر مع شوشو نزار ميقاتي، وثلاث مسرحيات مع نبيه أبو الحسن. وبمسيرة جيزال نصر شائعة كبيرة بثمانينات القرن العشرين، يوم أعلنت خطأً وفاتها، وأحدث ذلك الخبر بلبلة كبيرة بالوسط الفني. كانت الممثلة القديرة ليلى كرم شاهدة على تفاصيلها، ورويت ليها باكية خلال مقابلة أجريتها مع الممثلة الكبيرة جيزال نصر بمطلع أيار عام 2002. مرة من المرات بالحرب بعد أنا بالبيت بسمع نبأ وفاة الممثلة جيزال نصر. يا لطيف، ما في يوصف لك المنظر. قلقنا نركض ابن الايام، وين ما وين، كيف قال شو نهار كان. قال بفرنسا، اتصلنا بالسفير هونيك، قال لا مش هون. قلت له برضك بحملك كل مسؤولية، كل شيء مأمن لك انك ترجع الجثمان على لبنان. يعني قضيت شي نهار العالم انتلوا بيتنا، ورحت على بيت خالتها، صرنا نستقبل معزيين هونيك عند بيت خالتها. شو بالتلفن اللي ما معطان جزير على الخط، لا عم تحكيني من قبرص، لا مو فارقة. كتر خير الله اللي طلعت اشياء كاذبة. يا ليلى يا اختي يا زميلتي يا حبيبتي، دخيلك يا ليلى ما تنفعلي وما تتعبي، بترجاكي حافظي على نفسك لقلنا ولابنك وللفن، بترجاكي. حادثة بالصدفة جرت مع الممثلة القديرة جيزال نصر عام 1975، وكانت بزيارة إلى المملكة العربية السعودية. دفعت ثمنها مقاطعة إدارة تلفزيون لبنان والمشرق إلى وحجب الأدوار التمثيلية عنا بالمسلسلات اللي كانت تنتجها القناة. لكن بقيت جيزال نصر فخورة إن كشفت أمام زميلاتها وزملائها الممثلات والممثلين القيمة الحقيقية للمكافأة المالية اللي كانت تتقاضاها القناة اللبنانية عن أدوار بالمسلسلات اللي كانت تباع للتلفزيون السعودي. الممثل اللبناني كان يفتخر بحاله انه بيقبض 250 ليرة على الحلقة، هيدا الفودات. كان التلفزيون والتجار في التلفزيون بيبيعوا الممثل اللبناني الفودات ب 3000 دولار بيقبضون هن. فأنا بالصدفة بلاقي وفد من التلفزيون السعودي بيجي لعند خي على البيت، كان وزير الإعلام طالبني، رحت أنا وخيي. قال لي بس بدي أسأل النجم اللبناني قد ايه بياخد. ضربت أنا أخماس في أسداس وقلت يا عم شو هالمزلة، إذا بيقول له 250 ليرة يعني الفودات بيقبض. أنا قلت 800 ليرة يعني حوالي 400 دولار منيح. 800 ليرة. قال لي بس لطعم الزلمة لدى الوزير. قلت له بس ليش، قديه مفروض نقبض؟ قال لي انا رح ورجيكي، حتى لي الكونترا قدامي تيفرجيني انه بياعين بتلفزيون لبنان والمشرق عم بيقبضوا 3000 دولار مكافأة تبعي، مكافأة محمود سعيد، مكافأة رشيد علامة، وهالمسلين اللي الفدات. يعني هذا كان اول برنامج بنبيع للتلفزيون السعودي اللي اسمه سر الغريب. فلك الحال هيدا الشيء بيختص بالتلفزيون، انا ما فيني ناقش فيه. ونحن يعني كممثلين وهذا اول برنامج بنباع قبلنا فيها الموضوع. لما رجعت على لبنان بقى حضرتك كيف بتناقشي بالاسعار؟ قلت له انا للمسؤول اللي هو اسمه جورج بدايه، قلت له انا ما ناقشت بالاسعار، انا رفعت من قيمه حالنا قدام الناس، بس ماني عارفه انكم حراميه لهالدرجه. قلت له
أنا في حال ما اشتغلت في التلفزيون هون بلبنان اتأكد أنه 3/4 البرامج ما حتنبيع لسعودية. وصار هيك. قال لي مين اللي قال لك ما حتشتغلي؟ قلت له أنا حاسة من طريقة كلامك. فبلشوا من هون يأثروا لي شغلي إلى أن لغيوني نهائي. فأنا دجا كنت أخذت تكليف من السعودية لقول بهار ممتاز تيحفظوا ماء وجههم. من وقت لآخر كانوا يطلبوني لأدوار ديرول دو كومبوزيسيون، يعني بالسنتين أو بثلاث سنين مرة يبعتوا يطلبوا جزال نصر مشان هالأدوار اللي ما حدا بيقدر يعملون غير جزال نصر. لكن كانت القطيعة فظيعة بينه وبين التلفزيون. هالقطيعة التلفزيونية اللي استمرت سنوات كانت من الأسباب اللي دفعت جيزال نصر لممارسة هواية قديمة عزيزة عليها وهي الغناء. ومش كتار بيعرفوا إنه بأرشيف الممثلة جيزال نصر مجموعة من الأغنيات اللي عرفت بوقت من الأوقات شهرة وانتشار. إلى اللقاء. لو مهما حيجرى ما حسيبك ما حسيبك احنا ما حسيبك لو مهما حيجرى ما حسيبك ما حسيبك لو روحي سابتني ما حسيبك لو روحي سابتني هتبقى حبيبي وانا حبيبك حسيبك احنا ما حسيبك لو مهما حيجرى ما حسيبك ما حسيبك لو روحي